ثم قال جل وعلا: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. نعم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب، المراد باللعب الباطل، الباطل يلهون به ويلعبون به، يعني هذا الباطل الذاهب الذي لا يبقى منه شيء ولا ينفع شيء. نعم. ولهو تلهو به القلوب. إذن اللعب بالأبدان يكون، واللهو يكون إيش؟ بالقلوب. والقلوب إذا لهت فإنها تخفى على الآخرة، لأن الله أمرنا أن ننتبه ماذا قدم للآخرة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله. وقال جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. فهذا الذي غلب على قلبه اللهو يغفل عن الآخرة، فاللهو يكون في القلب ويكون إيش؟ هو كل ما ألهى عن الآخرة، كل ما ألهى عن الآخرة. نعم. قال: وزينة. وزينة تتجملون بها. نعم، هذه الزينة ما حرمها الله مطلقا ولكن قيدها، قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني الزينة ليست حرام مطلقا وإنما قيدت بأن لا يكون فيها إسراف ولا يكون فيها محظور شرعي، كأن تكون مغصوبة أو مسروقة أو ضيقة أو شفافة أو أي شيء يتزين به سواء اللباس أو غيره يتزين بما حرم الله عز وجل، هذا حرام. لكن عادة الناس يتزين بالدنيا، وقد جعله الله عز وجل زينة لكن قيدها بأن تكون متاع، يعني إيش؟ متفق مع الشرع. هذا حال الدنيا زينة. نعم. وتفاخر بينكم بما فيها من ملك ومتاع. طيب، التفاخر يعني تفاخر، تفاعل يكون بين إيش؟ أطراف، يعني يفخر بعض الناس على بعض، يفخر ليس بنفسه وإنما يفخر على غيره، وهذا التفاخر محرم. ما الواجب على المسلم؟ إن أكرم الله بنعمة أن يحمد الله، إذا أعطاك الله نعمة احمد الله، لا أن تفتخر به على غيرك. إن رزقك الله مالا أو جمالا أو ذكاء أو نسبا أو فطنة أو قوة أو سرعة أو ذكاء، لا لكي تفتخر به وتعلو به على غيرك، وإنما لتستعين به على طاعة الله وتشكر الله عز وجل. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. لكن هذا التفاخر لا ينقطع، فالناس يتفاخرون إنما بالقوة أو بالمال أو بالأنساب، فيدخلون بالآثام، وهذا الشيء لا ينتهي. يعني في نفوس الناس جميعا يحب كل واحد يحب إيش؟ يفتخر على غيره. لكن الكريم المؤمن الموفق ماذا يفعل؟ يضبط التصرفات، وإلا لو ما كان في تفاخر ما يحصل الابتلاء، يجعل الله في نفوس الناس حسد وشهوة وتفاخر. وكيف عاد؟ ما الذي يضبط نفسه وفق الشرع وما الذي يعطي نفسه هواها؟ وإذاك مثل قيل في الحسد، قيل الحسد في كل جسد. لو أن الناس ما في قلوبها حسد ولا عندهم شهوات ولا عندهم رغبة في التفاخر ما يحصل الابتلاء. لكن هذا موجود في الناس لكن بنسب متفاوتة، وله دواعي. الذي عنده مال يدعو المال كثرة، هذا أن يتفاخر على غيره. اللي رزق الله جمال يدعو هذا جمال أن يتفاخر على غيره. تبهتم؟ فهذا كله بلاء، سواء أعطاك أو منعك. إن أعطاك فهو ابتلاء وإن منعك فهو ابتلاء. أبدا، الدنيا كلها بلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فحال الدنيا أن الناس تتفاخر، هذا حال الدنيا. نعم. قال: وتفاخر بينكم فيما فيها من ملك ومتاع وتباه بكثرة الأموال وكثرة الأولاد. إذن التفاخر يتباهى به على الغير، تفاخر تفاعل تصرف مع مقابل الناس الآخرين. أي نعم. كمثل مطر أعجب الزراع نباته.
ثم لا يلبث هذا النبات المخضر أن ييبس. طيب، يقول الله عز وجل: هذه الدنيا اللي فيها اللعب واللهو والزينة والتفاخر بينكم في الأموال أولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته. كفار يعني الزراع، ليس الكفار الذين كفروا بالله في هذه الآية هنا، كفار يعني زراع. كمثل غيث، يعني الغيث معروف المطر، أعجب الكفار أعجب الزراع، المزارعون الذين يزرون على الأمطار يعجبهم أن ينزل المطر، صح؟ فربنا جل وعلا يشبه الدنيا بهذا الماء الذي نزل على الأرض، فأعجب الزراع انبسطوا فيه وفرحوا واستبشروا، أعجب الكفار إيش؟ نباته. ثم ماذا يحصل بعد هذا الإعجاب والناس ربيع، وربما يكون في ناس عندها أشجار مثمرة وأعشاب وترعى الأغنام، ناس تفتح نفوسهم لهذا، لكن هذا ما يلبث ما يستمر. قال نعم، قال: فتراه أيها الرائي، ذلك فتراه أي يراه الرائي، نعم، فتراه أيها الرائي بعد اخضراره مصفرا، نعم، ثم يجعل خضره يصفر. احنا السنة عندنا شوية ربيع في هذا الموسم، الآن يبدأ إيش؟ يتراجع بعد ما كان مخضرا يصفر، نعم، ثم يجعله الله فتاتا يتكسر، يكون حطاما يتكسر، يتكسر. هذه مرحلة اخضرار ثم اصفرار ثم يكون حطاما يتكسر، نعم. وفي الآخرة عذاب شديد للكفار والمنافقين ومغفرة من الله لذنوبهم. على شبه الدنيا بهذه الحالة الربيعية التي تصيب الأرض، ينزل غيث فالزراع يستبشرون، أهل الأغنام، أهل الإبل، أهل الزراعة، ثم ما يلبثون إلا ينتهي الموسم، تبدأ الشمس ترسل أشعتها الحارقة، يصفر هذا الخضار إلى صغار، ثم يتحطم ويكون حطاما يتكسر. يقول هكذا حال ربنا جل وعلا، يقول هكذا حال الدنيا، تبدو شابة ثم تصير إيش؟ كهلة، ثم تكون عجوزا ثم تموت. مثل يعني هذه الدنيا مثل الشابة الجميلة، ثم تقدم فيها السن صارت أربعينات خمسينات ثم عجوزا ثم تموت، ومثل الأرض التي تخضر ثم تصفر ثم تكون حطاما ويتكسر. هذا الدنيا حالها كذا، ما في شيء يبقى على ما هو عليه، حتى هذا الشاب اللي مبسوط بقوته وذكائه وحدة سمعه وبصره يبدأ يتراجع. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. شو الإنسان لما يولد فإنه مستلقى على ظهره، فإذا صار 3-4 شهور يبدأ إيش؟ يجلس، يسندونه شوي شوي، بعدين يجلس وحده، ثم يبقى إيش؟ يقف شوي شوي، خطي، بعدين يمشي، بعدين يركض، بعدين يشتد، بعد ذلك أول ما تذهب لياقة هذا الشاب يمشي لكنه ما يجري، صح؟ ثم يعني يمشي يقف لكن ما يمشي، ثم يجلس لكن ما يقف، ثم حتى الجلوس ما يستطيع يستلقي، ثم يموت. في ناس يموت قبل ذلك، لكن منهم من يرد إلى أرض الأمور. هذه دورة الإنسان، ما من إنسان إلا ويمر بهذه المراحل، ما بقيت حتى محمد صلى الله عليه وسلم قد مات. لكن السعيد الذي يتعظ بغيره فلا يغتر بشبابه ولا قوته، بل يجعل هذا بلاغا للآخرة. السعيد الذي يكثر من الحسنات ويقل من السيئات. هكذا ضرب الله عز وجل حال الدنيا، لكن هذه الآخرة فيها وفيها، ليست كلها سوء وليست كلها نعيم. فقال جل وعلا: وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، نعم. قال: ومغفرة من الله لذنوب عباده المؤمنين ورضوان منه. الله أكبر. الرضوان هذا يعني أعلى مراتب الجنة، أن يرضى الله عز عنك، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فيخلد الإنسان في الجنة لا يسخط الله عليه أبدا، فيكرمهم، يكرم الله الراضي عنهم بأن يرون وجه الله الكريم. هذا يعني أعظم نعيم، تبهتم؟ فربنا جل وعلا يغفر بمعنى يتجاوز ويستر ويكرم برضاه لأهل الجنة، أهل الرضوان. هذا نعيم عظيم
لا يتخيل عقل، لا يتخيل عقل. فلذلك الآخرة ليست كلها عذاب شديد وليست كلها مغفرة ورضوان، وإنما فيها هذا وهذا، فيها جنة ونار. ومن الأخطاء اللي يقولها الناس يقول الضيق في القبر، القبر كله ضيق؟ لا، القبر فيه ضيق على من يستحق الضيق وفيه سعة. ما يقال الضيق في القبر، الله يوسع لنا عليكم وعلى والدينا. القبر ممكن يتوسع، يتوسع المؤمن حتى يكون مد البصر، ويضيق على الكافر حتى تختلف أضلاعه. والآخرة ليست كلها عذاب وليست كلها نعيم، بل هناك فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. فربنا جل وعلا يذكر دائما إيش يعني، ما عد الكفار وما عد المؤمنين. وفي الآية قال وفي الآخرة في هذا وهذا، قال عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، مغفرة من الله ورضوان. نعم. قال وما الحياة الدنيا إلا متاع زائل لا ثبات له، فمن آثر متاعها الزائل على نعيم الآخرة فهو خاسر مغبون. الحياة الدنيا متاع الغرور، الغرور هو ما يغتر به، والغرور الشيطان، ها، وغرهم بالله الغرور الشيطان، والغرور هو ما يغتر به من أمر الدنيا. يعني هذه الآخرة فيها رضوان، وأما الحياة الدنيا ما هي إلا زائلة متاع الغرور، يغتر بها من يغتر، فيها لعب ولهو وزينة وتفاخر وتكاثر. نعم.